بعد كده عندنا كلمة gymnastics. gymnastics يعني تمارين اللياقة البدنية. a sport in which skillful physical exercises are performed. هي رياضة in which skillful يعني مهارية. النون skill يعني مهارة. الادجكتيف skillful. a sport in which skillful physical exercises تمارين بدنية are performed بيتم أدائها. ده تعريف كلمة gymnastics. عندنا بعد كده كلمة side effects يعني آثار جانبية, وهي تعريفها unexpected bad effects usually يعني في الغالب بتكون bad effects. ممكن تكون أحيانا good effects بس ده بيكون نادر جدا very rare. يبقى unexpected غير متوقعة that a drug has on your body. الأثر الجانبي للدواء على بدن المريض. ممكن لما انت تاخد دواء يكون له أثر جانبي زي مثلا صداع القيء. صداع يعني headache. القيء يعني vomiting وغيره. بعد كده عندنا كلمة spin. spin ينفع تبقى verb وينفع تبقى noun. هنا عندنا verb. spin يعني يدور. to turn around and around يعني يلف. turn around and around يعني يلف very quickly بسرعة. or to make something to do this or to make something do this يعني انت تخلي شيء يلف بسرعة. يعني مثلا لو قلت I spin the wheel. I spin the wheel. دي جملة صح. أو the wheel spins. برضو الجملة دي صح. عندنا بعد كده كلمة spoke. كلمة spoke. spoke يعني one of the thin metal bars. شريحة معدنية رفيعة. that connects بتربط the outside of the wheel إطار العجلة to the center بالوسط. ليه بتكون موجودة في العجلة بالشكل ده؟ لو دي ده وده الإطار بتاع العجلة وده السنتر بتكون في شرايح بالشكل ده. كل واحدة من دول اسمها spoke. يبقى ده كان درسنا النهاردة. المرة الجاية نتكلم عن جزء الجرامر في unit 1. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.